خطاب جلالة الملك أعطى مؤشرات قوية حول الدور الخاص تقوم به الحكومة فيما يخص تنفيذ الحقيقي ديال النموذج التنموي اللي احنا اتفقنا عليه جميع اولا، وكذلك دورنا احنا كبرلمانيين فيما يخص هذا التنزيل ديال النموذج التنموي. كذلك جلالة الملك أعطى مؤشرات قوية فيما يخص تعافي الاقتصاد الوطني، وهذه أمانة اللي خاص الحكومة وخاصة كبرلمان يحافظوا عليها من أجل تعافي اقتصادي أكثر، ومن أجل كذلك تنمية اقتصادية واجتماعية لهذا البلد في ظل أجواء حقيقة مهمة جدا مغرب في داخل المغرب، واللي هي غادي تساعد على أنه الحكومة تشتغل في أريحية كبرى إن شاء الله.